عليكم. يعطيكم العافية إخواني الكرام، معكم محمد من شركة جولدن ديتكتور، الوكيل الحصري لأجهزة كشف الذهب والمعادن والأنظمة الأمنية وأيضا أجهزة كشف المياه الجوفية. اليوم حنتكلم عن السلسلة الثانية من أجهزة ميجا، ألا وهو جهاز الميجا جي 3 بإصداره الجديد 2019. حنستعرض إكسسوارات الجهاز، حنتكلم عن الأنظمة الموجودة بالجهاز وأيضا البرامج اللي موجودة داخل الجهاز وطريقة العمل على هذه البرامج وكيف الجهاز بيبحث وبيكتشف أي هدف معنا. في البداية جهاز الميجا جي 3 بيجينا بهاي الشنطة، هاي الشنطة طبعا ضد الصدمات وضد الماء أيضا. إكسسوارات الجهاز بتكون كالتالي، في البداية عندنا طبق مقوي الإشارة، أنتيلات الاستشعار للنظام الاستشعاري بعيد المدى، ثم النظام الأيوني، نظام المسح الأيوني، هذا أوبشن جديد على الجهاز، انه مو بس استشعاري، لا صار نظامين، صار جهاز استشعاري وايوني ايضا. ان شاء الله اللي قدام حنتكلم عن طريقة العمل على نظام المسح الايوني. بيجي عنا شهادة منشأ من مصنع من المانيا مع ضمان لمدة 5 سنوات، ورقم خاص، رقم تسلسلي خاص بالجهاز. كتالوج الجهاز باللغة الانجليزية واللغة العربية موجود ايضا. شاحن الجهاز موجود عنا، شاحن سيارة، وصلة الشاحن، وايضا وحده الديب ماستر. هذه الوحده اللي هي بتساعدني في تحديد عمق الهدف المكتشف. بعد ما يتم تحديد الهدف تنزل هذه الوحده بالارض وبتحدد لي كم عمق الهدف المكتشف. تمام، في البدايه لو نيجي احنا نشتغل على جهاز الميجا جي 3، في البدايه دائما اول نظام نشرح عنه او اول نظام نشتغل عليه هو النظام الاستشعاري بعيد المدى. ومثل ما سبق وذكرت في فيديوهاتي وبذكر مره اخرى، انه الجهاز النظام الاستشعاري من اذكى الانظمه الموجوده في العالم واقواها. احنا ما بنقدر نشتغل على اي نظام سواء كان ايوني او سواء كان تصويري او ايش ما كان النظام، ما بنقدر نستغني عن النظام الاستشعاري. فهو في البدايه احنا لازم نشتغل على النظام الاستشعاري بعيد المدى. ليش؟ لانه احنا بنعرف انه كل معدن موجود له تردد في الطبيعه. سبحان الله، المعادن في الطبيعه كلها لها ترددات مختلفه عن بعض. فعلى سبيل المثال، عندنا الذهب بيعطي مثلا 50-60، الحديد بيعطي 25-30 بهاي الترددات، صح؟ واثبتنا هذا الكلام على الاجهزه الصوتيه، انه احنا بنعرف الان عندنا معلومه انه المعادن كل معدن له تردد مختلف. فالجهاز مزود فيه 8 برامج هذا الجهاز، تمام؟ فانا لما اختار برنامج معين فانا عم بتكلم او عم بعطي امر للجهاز انه انت ابحث لي فقط عن هذا التردد، فنسبه الخطا بتكون 0%. ليش؟ لانه انا حددت التردد اللي ببحث عليه. فهو الجهاز بيشتغل بنظام الترددات. فمثلا انا لما اختار ذهب، لو في فضه او في نحاس او في حديد ما راح يعطيني اي اشاره الجهاز. ليش؟ لان انا حددت مسبقا المعدن اللي ببحث عنه، فالجهاز بيبحث فقط عن التردد. الاجهزه الاستشعاريه اجهزه جدا ذكيه، والان ان شاء الله بنشوف كيف العمل. في البدايه تنفتح معنا انتيلات لاقصى طول ممكن، تمام؟ بهذه الطريقه طبعا نحرص انه نكون متوازيات. بنشغل الجهاز على زر التشغيل، ندخل على قائمة اللغات الموجودة بالجهاز. طبعا موجود الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، التركية، العربية، الروسية. نختار اللغة العربية مثلا على سبيل المثال. بيطلع عندي أنظمة البحث، نظام المسح بعيد المدى، النظام الأيوني. كبداية لازم نشتغل على النظام الاستشعاري، نضغط انتر. بيعطيني البرامج الموجودة بالجهاز. عندي الكنوز الذهبية، الذهب الخام، الفضة، البرونز، الفراغات، النحاس، الأحجار الكريمة، والألماس. طبعا كل برنامج له تردد معين. فمثلا على سبيل المثال أنا بختار الذهب الخام اللي هو الذهب الطبيعي اللي موجود في الطبيعة. نضغط على انتر، يبتدأ يحمل البرنامج. الآن الجهاز يبحث فقط عن ذهب خام في هاي الحالة. طبعا هذه شاشة البحث عندنا. المسافة تبلش من 250 متر لغاية 2000 متر، أقصى مدى بيوصل له الجهاز اللي هو 2 كيلو. العمق من 5 متر لغاية 40 متر تحت الأرض بيوصل الجهاز. وهون بيعطيني اسم البرنامج. طبعا في ناس بيحكي لك أنا ما بدي الجهاز يلتقط أهداف بعيدة. بهاي الحالة إحنا بنقدر نتحكم في المدى، بننزل في المدى، لكن أقصى مدى هو 2000. تمام، طريقة العمل بالجهاز بتكون كالتالي. في البداية بننزل الجهاز الأسفل بهذه الطريقة، ثم بنرفعه بهذه الطريقة. وين ما تتحرك الانتيلات انا بتحرك معها. طبعا لازم تكون واقف من الشمال للجنوب او العكس، بحيث انه الاشارات او الحقول الايونيه او ترددات المعادن تطلع بهذا. طبعا احنا كلنا بنعرف نظريه الهرم المعكوس اللي تطلع فيها الاشارات، فعلى نفس النظام احنا بنشتغل، بيكون البحث بهذه الطريقه. وين ما يكون الهدف موجود الانتيلات راح تتحرك. فمثلا انا ماشي من الشمال للجنوب وكان الهدف على اليمين، راح تتحرك معي الانتيلات بهذه الطريقه، بس تتحرك معي بحط اشاره بوقف، باخذ اتجاه اخر. تعال يمين،
باخذ اتجاه اخر مثلا بهذه الطريقه بمشي بالجهاز، وين يكون الهدف موجود الانتيلات راح تتحرك عليه، فالجهاز بيحصر لي المساحه بمتر مربع. تمام، هذا بالنسبه للنظام الاستشعاري. طبعا انا باكد الهدف من اربع جهات، هذا النظام مجال يعني نسبه خطا فيه بتكون 0%. ننتقل الان للنظام الثاني الموجود في الجهاز. النظام الثاني انا مو بحاجه بكون للنظام الاستشعاري لانه مسبقا حددت الهدف او حددت المنطقه الموجود فيها الهدف. طبعا بتنشال الاكسسوارات كامله، بيظل فقط السنسور الايوني. نختار نظام المسح الايوني من الجهاز، نضغط على انتر. طريقه البحث بتكون بهذه الطريقه، الجهاز للاعلى وللاسفل وبمشي. فهذا بيختلف عن النظام الاول، انه النظام الاول بوجهني باتجاه، هذا النظام بيوجهني بالصوت نحو الهدف. يعني انا كل ما اقرب بيزداد التردد وبيعلى الصوت، بصير تسارع. يعني الان هذه بالشركه انا، اكيد هذه اشارات كهرباء اللي قاعد يعطيها، ما يعني ما اقدر افحص الجهاز داخل معرض، لازم يكون في منطقه خاليه مفتوحه. ولما تستعمل الجهاز لازم تشيل الموبايل، المحفظه، الساعه من ايدك، لانه كل هذه الاشياء بتاثر على الجهاز. طريقه العمل بالنظام المسح الايوني مره اخرى بتكون بهذه الطريقه، للاعلى وللاسفل وبمشي. لما انا اوصل الهدف بيعطيني اعلى صوت. تمام، طبعا كان هذا شرح لنظام طريقة العمل على جهاز الميجا جي 3 والأنظمة الموجودة فيه. طبعا جهاز جدا ممتاز وأثبت كفاءته في كثير دول وبيعمل بجميع التضاريس. كان هذا فيديو الميجا جي 3 من شركة جولدن ديتكتور، معكم أخوكم محمد، والله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم.